سيد فتحي، بعد بيان جبهة الإنقاذ المعارضة والمطالبة بإسقاط نظام مرسي، هل الأزمة السياسية في مصر دخلت نحو المجهول؟ الأزمة السياسية في مصر واضحة وضوح الشمس، ضرورة أن يرحل نظام مرسي. الشعب المصري عندما قام بثورته المجيدة في 25 يناير 2011 قامت على 4 مبادئ أساسية. المبدأ الأول هو العيش، والثاني الحرية، والثالث العدالة الاجتماعية، والرابع الكرامة الإنسانية. أين نحن من هذه المبادئ؟ وما يحدث الآن في مصر شاهدنا وشاهد العالم بالأمس يعني تجريد مواطن من ملابسه وضربه وسحنه أمام الملايين في أنحاء العالم، واليوم يخرج علينا نظام مرسي بقصة عجيبة أن هذا المواطن كان من جرده من ملابسه هم المتظاهرين ونحن رأينا بعيننا. فإذا صدقنا هذه القصة فيجب علينا أن نصدق أن رجال الإخوان المسلمين عندما كانوا يعتقلوا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك أنهم كانوا يخلعون سراويلهم طواعية ويقدمون نسائهم وبناتهم لاستمتاع الطواغيت في هذا الوقت عن طيبة خاطر وليس اغتصابا. ما يحدث مهزلة، ومرسي يعلم هذا جيدا. لا، بالنسبة أستاذ أحمد، ما حصل يعني تم توضيحه في بيان خاص لوزارة الداخلية وتعهدت بالتحقيق والرئاسة باركت بهذا الوضع. الجبهة الآن تتهم مرسي وتدعو لمحاكمته، هل من اتهامات معينة بنظرك تستطيع الاستناد إليها الجبهة في تحويله إلى القضاء ومحاكمته بالفعل، وكيف سيكون رد مؤسسة الرئاسة بنظرك؟ بكل تأكيد يوجد العديد من القضايا والوقائع والأحداث الموثقة بالصوت والصورة تستطيع أن تحاكمه عليها. ما يحدث في بورسعيد هو مسؤولياته، نفس التكنيكاليتي، نفس الجوانب الفنية في القضية هي ما حكم يعني بها الرئيس السابق حسني مبارك. نحن لا ندافع عن مبارك، ولكن يجب أن يكون القانون يطبق على الجميع بدون استثناء. لا، أنت مراقب ومشاهد الوضع أستاذ أحمد، هل ما جرى في التصدي للمظاهرات إبان ثورة 25 من يناير هو نفسه بالضبط ما نشهده حاليا؟ هل اختلفت مؤسسة الشرطة من 25 يناير عن هذه الأيام؟ الممارسات واحدة إن لم تكن أكثر وحشية وعنف عما كانت عليه وقت مبارك. وقت مبارك لم يستطيعوا أن ينفذوها بأنفسهم، استأجروا رجال على جمال وخيل حتى ينفذوا ما أرادوا. اليوم تنفذ الشرطة وأجهزة الأمن بكل بجاحة أمام العالم كله وأمام الكاميرات امتهان لكرامة المواطن المصري. طيب يعني ماذا الآن عن وثيقة الأزهر؟ هل ستكون عصا الإنقاذ لما بعد أحداث الاتحادية ما أنها طويت؟ مع احترامنا الشديد جدا لمؤسسة الأزهر التي نكن لها كل احترام والتقدير، إنما وثيقة الأزهر لا تعبر إلا عن من وقعوها. هذه الوثيقة ومن وقعوها لهم مواقف سابقة يعني بتنفي أي جدية في الحديث. هؤلاء من وقعوها كانوا أول المطبلين والمهللين لمرسي في الانتخابات الرئاسية. هؤلاء سرقوا الثورة وقدموها على قرابين للمرشد الإخوان المسلمين محمد بديع. اليوم لن نستطيع أن نصدقهم مرة أخرى. تصدق جميع من وقع على هذه الوثيقة أستاذ أحمد؟ لا تستطيع تصديق كل من وقع على هذه الوثيقة، هي قوة سياسية فاعلة في المجتمع منها جبهة الإنقاذ. جبهة الإنقاذ أنا متأكد أنها ستتراجع عن هذه الوثيقة. هذه الوثيقة لن يستطيع تنفيذها الأزهر، مع احترامنا الشديد له ولقادته، لن يستطيع أن يقول كلمة هذه المرة. ما حدث جرائم جنائية، ما حدث انتهاك لحقوق الإنسان، فلينقل الأزهر بنفسه عن هذه المناطق وليترك القضاء الجنائي يقرر ويحكم فيها وليس الأزهر. طيب هل تتوقع أي دور الآن للمؤسسة العسكرية التي سبق وحذرت القوى السياسية من حدوث انهيار للدولة؟ الدولة بالفعل انهارت، لا يوجد إلا هيكل للدولة. هذه الدولة لن تستطيع أن تدفع رواتب لموظفيها الشهر القادم أو يعني خلال شهر مارس وإبريل القادم. هذه الدولة لا يوجد لديها أموال، وأنا لا أعتقد أن الإخوان المسلمين بالرغم من ميزانياتهم الضخمة سيتنازلون عن أموالهم عن طيب خاطر لدفع رواتب، وربما تتجه هذه الحكومة إلى طبع
أموال ورقية، عملات ورقية بدون غطاء من الإنتاج أو الذهب بها، مما سيدفع مصر بشدة في اتجاه التضخم الفاحش. طب من خلال كل حديثك هذا، هل تتوقع انتخابات رئاسية في القريب العاجل أو برلمانية؟ أي انتخابات قادمة في مصر، رئاسية، برلمانية، محلية، لا تعقد بإشراف ممثل دولي ممثل في الأمم المتحدة، أنا لا أعترف بهذه الانتخابات. رأينا بأم أعيننا كيف زورت انتخابات الرئاسة وأي انتخابات عقدت في مصر من بعد الثورة. لا نثق في أي انتخابات إلا بإشراف دولي. شكرا للمحلل السياسي أحمد فتحي، كنت معنا من نيويورك.